السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل الأداء الدولي الجزائري الساحر والمايسترو رياض محلاز في المباراة جمعت بين فريقه مانشستر سيتي ضد فريق برشلونة في مباراة ودية خيرية. كما قلت سوف نقوم بتحليل الأداء الدولي الجزائري وسوف نتحدث عنه ما قدمه في المباراة. قبل البداية في التفاصيل والتحدث عن رياض محلاز، أتمنى منك لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو سكاكو جديد ندخل في صلب الموضوع والتحدث عن رياض محرز. رياض محرز اليوم لعب 90 دقيقة في هذه المباراة ولعب مباراة كاملة ورسمية. أداؤه كان متوسط. أنا أظن أن رياض محرز لم يعتبر هذه مباراة رسمية، وشاهدته يلعب في المباراة بدون تحركاته الرائعة وتمريراته وتسديداته وعرضياته، حيث كان يلعب بدون شغف كما في هذه المباراة، لأنها اعتبارا مباراة ودية فهو يخشى الإصابات ويخشى شيء أكثر. لهذا أظنه لم يلعب في المباراة بأداء جيد، وكان أداؤه متوسط. ورغم أن أداؤه متوسط وتحركاته قليلة في المباراة، لكن سجل هدف من ركلة جزاء، الهدف الثالث، وصنع أو ساهم في الهدف الثاني بعد تمرير اللاعب كانسولو، وهذا الشيء لعبه وهو في أداء متوسط. إذا كان رياض محرز ينبغي أن يكون نجم للقاء، كان سوف يكون هو النجم للقاء، لأنه إذا تحرك ولعب بشكل جيد وكما يلعب بشكل دائم سوف يكون نجم للقاء بدون أي منازع. لكن مباراة اليوم كما قلت كان يلعب بدون شغف، وكان يعتبر أنها مباراة ودية لا غير. أنا كنت أنتظر منه أداء جيد ورائع، لكن فهو فكر في الأهم، أن لا يتعرض لإصابة وأن يلعب مباراة ودية، مباراة خيرية، وإلى اللقاء.